ونبقى في سوران، فقد عقدت قائمة مقامية قضاء سوران اجتماعا تشاوريا مع شباب وشابات ديانا وهوديان وبيديايل الآشوريين مما تتراوح أعماره بين 18 إلى 40 عاما، بغية الاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم ومناقشة سبل تحسين واقعهم في المنطقة. اليوم مشكورا الأستاذ قائم مقام قضاء سوران هلقور الشيخ نجيب، قام بزيارة إلى ناحية ديانا، وذلك بغية اللقاء مع الشباب المسيحي الآشوري في منطقة ديانا وهاوديان وبيديال، وذاك للاستماع عن قرب وعن كثب صراحة عن ظروف معيشتهم والمشاكل التي يجابهونها في المنطقة وكيفية سبل الاستفادة من آرائهم وأفكارهم بغية تطوير المنطقة، لكوننا كما تعلمون كمسيحيين وكآشوريين مكون أصيل ورصين في المنطقة ولنا عمق تاريخ فيه. طبعا نشكر هذه الخطوة المميزة والإيجابية التي خطاها الأستاذ قيمقام، والهدف منها هو التقرب والاستماع عن كثب وقرب من كافة مكونات وفئات والطبقات التي يتكون منها المجتمع، التي بلا شك لها دور كبير في تقديم الأفكار والمقترحات البناءة والإيجابية لما لها من هدف لتطوير عملية التمدن وتطور المجتمعات ولا سيما في قضاء السوران.